هل انتهى حزب الله؟ إسرائيل نجحت باستعادة الردع، ولكن هل فعلا نجحت بهذه أو بهدم القدرات العسكرية لحزب الله صاحب ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة؟ اليوم إسرائيل نشرت أو يوم السبت صورة لقادة حزب الله اللبناني الذين اختلتهم منذ نحو شهر، وذلك عقب إعلان مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الغارة أو الغارات التي استهدفت مقر قيادة الحزب بالضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة. وغادات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة حزب الله استعرت حساب إسرائيل التابع لوزارة الخارجية على منصة إكس صور أبرز القادة الذين اختلتهم إسرائيل وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إلى جانب مسؤول جبهة الجنوب علي كركي، إلى جانب إبراهيم عقيل قائد وحدة الرضوان، وفؤاد شكر الذي كان مسؤول عن كافة عمليات الحزب الحربية، ووسام الطويل الذي تولى قبل عقيل وحدة الرضوان. وحتى الساعة النتيجة تشير إلى أن رهانات حسن نصر الله فشلت. الآن تقارير تتحدث عن أن حزب الله مستعد لهجمات انتقامية خارج إسرائيل، وقد تكون ورقة الحزب السرية ما يعرف بوحدة الضل. وحدة الضل كما تسمى ربما تكون الورقة الأخيرة لحزب الله، فهذه الوحدة المعروفة ب910 تعرف أيضا باسم الوحدة السوداء أو وحدة الظل، وتعد الوحدة 910 واحدة أو من أقوى وحدات حزب الله وأكثرها سرية وخطورة، وتعمل تحت قيادة طلال حميدي والمعروف باسم أبو جعفر، وترتبط بشكل وثيق بالحرس الثوري الإيراني، وتوصف بأنها الذراع العمليات الأساسي لحزب الله لتنفيذ الهجمات الدولية. ونفذت بالماضي عمليات في الأمريكيتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا، ويذكر بأنها نفذت هجمات انتقامية بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السابق عباس الموسوي قبل أكثر من 30 عاما. ومن أبرز عملياتها كان الهجوم الانتحاري الذي نفذ في العام 2012 على حافلة كانت تقل سياحا إسرائيليين في مدينة بورغاس البلغارية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وبلغ عدد العمليات عمليات الوحدة 910 في الفترة بين 92 و2020 نحو 9 عمليات نوعية نجحت في معظمها. وقد تكون عملية اغتيال رأس الهرم في حزب الله أي نصر الله ضربة قاسمة للحزب، إلا أنها قد لا تعني النهاية. فإذا عدنا لتجربة استبدال الأمين العام السابق عباس الموسوي الذي اختلته أيضا إسرائيل، تم استبداله بحسن نصر الله، كانت صفقة سيئة بالنسبة لإسرائيل، لأنه نصر الله حول حزب الله من منظمة محلية إلى رأس حربة الهجوم الإيراني في المنطقة بأكملها. يعني يبقى السؤال الأخير، هل هاشم صفي الدين أو غيره الذي يتوقع بأن يتم اختياره خلفا لحسن نصر الله أو أي شخصية غيره يتم اختيارها، ستكون قادرة على استكمال المهمة؟ طبعا الواقع العسكري لحزب الله والخيارات المتبقية نناقشها مع ضيفنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد يعرب صخر. أهلا بك معنا سيادة العميد. يعني اليوم من الصعب لربما أن نستبق الأمور لمعرفة حجم الضربة على المستوى العسكري. البعض يقول بأنه قد لن تكون أو لا تكون النهاية، يعني الحزب لا يزال يمتلك قدرات صاروخية، عنده وحدات أيضا لا تزال تعمل رغم فقدان الاتصال بين القيادات، ولكن هل حقيقة من المبكر الحديث عن نهاية الحزب على المستوى العسكري؟ مساء الخير ميشيلا. لا نستطيع ضمن 10 أيام منذ بدء العمليات حتى الآن أن نقدر كم خسر حزب الله، كذلك لا نستطيع أن نجزم أن حزب الله قد بلغ مرحلة من الضعف تمكن إسرائيل من أن تجتاح بريا أو تطور عملياتها وتستغل ما أنجزته. إذا علمنا أن حزب الله منذ 2006 يطور ويضاعف قدراته على مختلف المستويات، القدرات الصاروخية والبشرية والمادية والمالية والتعبوية، طوال 18 عاما بات لديه ترسانة ضخمة من السلاح ومن القدرة البشرية، 100,000 مقاتل وفق ما أعلنوا، و 150,000 صاروخ كذلك وفق ما أعلنوا، ربما أكثر ربما أقل. من غير الممكن أن في 10 أيام فقط تنتهي هذه القدرة. يمكن إسرائيل تقول أنها حققت 50% من تخفيض هذه القدرة، لكن لا نستطيع أن نركن إلى إسرائيل وهي
ديدنها الكذب. لكن بمشاهداتنا وملاحظاتنا وخبرتنا وتتبعنا لكل ما يجري، نعم هناك ضربات قاسمة قد تعرض لها حزب الله، والأهم من كل ذلك أن منظومته القيادية والعسكرية ومنظومته القيادية السياسية قد تزعزعت باغتيال الرأس الأول فيها وقائد الرعي الأول، ليس فقط قائد حزب الله بل قائد محور إيران كله عندما يتكلم الباقين يلتزموا. هذه الرمزية الكبرى لحزب الله بوفاة مرحوم حسن نصر الله والرمزية المعنوية العابرة للحدود لا يمكن لحزب الله إلا أن يرد أنا هذا رأيي، ولا يزال لديه ولا يزال بإمكانه. وهذه الوحدة 910 التي ذكرتموها أضيف إليها وحدة الرضوان ووحدات أخرى نحن نجهلها. بس حتى وحدة الرضوان يعني تعرضت لضربة قاسمة في عملية الاغتيال في الضاحية، واليوم يعني أنا بهمنا أن نتحدث أيضا عن هذه الوحدة 910، ولكن قبل ذلك عندما نرى ونقدر حجم الخرق الاستخباراتي في صفوف الحزب وعلى مستوى القيادات، يعني اليوم إسرائيل تقول أنه حتى لو قمتم باستبدال القيادات سنقوم باستهدافها. لهذا السبب يمكن اليوم هذه الوحدة اللي عم نحكي عنها التي ممكن أن تكون خارج حدود لبنان، هل ممكن أن تكون لربما الخيار الأكثر إيلاما بالنسبة لإسرائيل على مستوى مواطنين إسرائيليين على مستوى سفارات إسرائيلية؟ يعني عنده خيار هنا. هناك شيء مهم، نحن قلنا ضرب البنية القيادية العسكرية وضرب البنية السياسية أحدثت شللا وارتباكا في داخل البيئة، لكن إذا تذكرنا عندما كان يقول رسول الله سابقا عندما تحتد الأمور فالأمر للميدان، يعني هذا الميدان وهذه الوحدات المنفصلة من 910 إلى الرضوان إلى غيرها من الوحدات وهي تعمل بمجموعات صغيرة متفرقة، يعني عسكريا تتمتع بحرية المناورة والحركة والمرونة. إذا فقد الاتصال مع القيادة، وطبعا القياديين كبار قد سقطوا، إذا فقد الاتصال معهم الأمرة لهم ضمن المجموعات ضمن تكتيكات محددة مسبقا لهم أن يقوموا بعمليات. نعم أنا أجزم وأرى وفق رأيي أنهم سيقومون بشيء ما، إما هذه الوحدة أو تلك الوحدة، إما خارج لبنان أو داخل أو على الحدود الإسرائيلية. خصوصا وهنا أعطيك شيئا، أن الحشد الإسرائيلي المتواجد الآن بحجة أنه قد يجتاح برياً، هو لن يجتاح برياً. هذا الحشد الإسرائيلي الكبير على الحدود اللبنانية الميكانيكي والمدرع والمؤلل يمكن لهذه الوحدات أن تنفذ عمليات انتقامية مؤذية بهذا الشكل، أو يمكن أن 910 تتولى عمليات في خارج لبنان. بس ليش جزمت انه هذه الوحدات الإسرائيلية على الحدود لن تقوم بعمل بري؟ لان ما تحققه إسرائيل عبر وسائل اخرى من الجو ومن بالقصف والاغتيالات وضرب البنية التحتية والبنية القيادية كما قلت لك، وقطع خطوط الإمداد وتقطيع الأوصال وضرب البقع اللوجستية، طالما أن إسرائيل الآن تحقق أغراضها بهذا الشكل فهي غير مضطرة برأيي أن تلجأ إلى عملية برية. الآن هي تحضر نفسها عندما تصبح المنطقة الفاصلة ما بين لبنان وإسرائيل منطقة محروقة، وهي الآن بعمق 5 كيلومتر وأكثر تقريبا باتت منطقة محروقة. عندما تؤمن إسرائيل أن هذه المنطقة فوق الأرض وتحت الأرض باتت مؤمنة، عندها يمكن أن تلجأ لعملية برية. إنما قد تلجأ بهذه الأثناء بهذه الظروف مستغلة الأوضاع والظروف والمكاسب التي حققتها، قد تلجأ إلى عمليات برية أو مناورات برية محدودة في مناطق محددة يعني لحماية الحدود. هذا الوجود العسكري.